دي منطقه الزنين بولاق دبرور محافظه الجيزه. استاد محافظ الجيزه تفضل. دي جنينه خديجه بنت خليد اللي احنا امامها. فاستاد محافظ الجيزه طبعا تفضل مشكورا وطلع قرار ان دي تبقى جنينه زماهيه، وبعد كده رجع تاني وقال ان هي تتعب المساكن، وكانت هي من اساس جنينه وكان الاولاد بيخشوها ويلعبوا فيها، واحنا الناس اللي غير قادرين واهل بولاق دكرور واهل عزبه الشرباجي واهل مدينه عامر واهل ابو الليل واهل صفت اللبن، كل الاولاد بتاعه المناطق اللي انا قلتها دي، المناطق الكبيره ديت، بييجوا يفرجوا عن عيالهم شويه ويقعدوا عيالهم ويخشوا يقعدوا شويه في الخضره احسن ما يبقى مليانه من الناس اللي هم بيشربوا فيها وبيضربوا فيها حقن وحاجات كده غريبه. ودي اقول لك يمكن 90% مستولى عليها الناس اللي ما شاء الله عليهم، اللي ما حدش عارف يتكلم معاهم هنا في المنطقه، اللي البلطجيه والحاجات اللي زي دي، بيخشوا جوه يضربوا حقن وساعات بيبيعوا مخدرات جوه وحاجات كده غريبه يعني. هل هي دي هتطلع اربع مساكن ازاي؟ وهو لما هو يشيلها لنا ويعملها مساكن، فين الخضره اللي الاولاد هيخشوها؟ وفين الخضره اللي هم هيخشوا يقعدوا يتفسحوا فيها؟ ولا اولادنا اللي ناموا الناس ولا قادرين يصرفوا؟ واحنا كل يوم بنعمل مشاكل بخصوص الجنينه دي. ولو جت مساكن هتبقى في قلق. مطالبنا انها تبقى جنينه زي ما هي، اولادنا تلعب فيها، فيش اكتر من كده. حكومة لو تبقى تحت سيطرة الحكومة انها تقعد فيها وتراعيها، احنا على كده سايبينها وهم لأي حد يخش فيها ويطلع منها. طب ليه؟ طب ما انت جنينة حلوة ومنفس للينا ولعيالنا ولأطفالنا تلعب فيها من غير أي حاجة. ايه المطلب؟ مش صعبة يعني ان هو يجيب اثنين تحت سلطته يشجروها ويقعدوا فيها؟ مش يعني مش صعبة يعني. احنا حي شعبي، لا بنشوف جناين ولا بنشوف غيره ولا حد بيروح فسح ولا رحلات، زي عيالنا بيطلعوا كده مكتومين من البيئة واللي حاصل. يجي يشيل المتنفس ده هو بحجة مساكن ايه؟ ما عندهم ايه صعبة يطلعوا بره. احنا ولا بنعرف نروح نوادي ولا نادي الاهلي ونادي الجزيرة ولا معانا كرنيهات من الغالية ديت. دي حاجة أولادنا حتى يقعدوا فيها يعني، حتى لما أي عيل يحب يشم هوا ولا نخرجهم، متهيألي دي أنسب حتة إن احنا ممكن نقعدهم فيها.